التلفزه الالكترونيه شوف تي في، اهلا بكم. وحنا جميع كنعيشوا ظرفيه صعيبه اللي كنتمناو نخرجوا منها باخف الاضرار ونكسبوا رهان التغلب على فيروس كورونا. وبالطبع هذا الشيء ما يمكن يكون الا بتضافر الجهود والالتزام بالتدابير الوقائيه الاحترازيه. نبقاو في دارنا وما نخرجوش الا للضروره. الحدود الساعه عدد مصابين فيروس كورونا 735 وعدد المتعافين 49 حاله، في حين الوفيات بلغ العدد 47 حاله، تغمدهم الله بواسع رحمته. اعزائنا المشاهدين، اليوم كيحضر معايا الباحث احمد سلماني، باحث في العلاج التكميلي والتداوي بالاعشاب. اهلا بك استاذ وشكرا لقبولك الدعوه. مرحبا المشاهدين، مرحبا كاع الناس اللي متبعين شوف تي في، ومرحبا بكل واحد بارك في داره ودير الاحتياطات ديالك. الاتصال بنا مشاهدينا، الرقم هو 06 61 73 75 35. يعني دكتور، غالبيه الاسر يعني باش كيحميوا راسهم من الاصابه بفيروس كورونا، يعني نوع من الوقايه انهم صبحوا كيستعملوا مجموعه من الاعشاب كي بخرب الشيح، الكاليبتيس، القرنفل كيستعملوا في حلقه مع الماء، وكيستنشقوا كذلك حتى في الاطعمه. صبحوا الناس كيديروا بعض المواد بحال المساخن او لا شي اطعمه اللي غنيه بالسعرات الحراريه باش كيحميوا راسهم من هذا الفيروس. واليوم كتحضر معنا دكتور لهذا الغرض، بغينا يعني نعرفوا ونعرفوا الناس على هذه الاعشاب، واش هي عباره عن علاج، واش هي غير مجرد وقايه، وفي حاله ما وقينا المنزل ديالنا او لا استعملناها واش كنقدروا نحميوا راسنا من الاصابه او لا ممكن ان الفيروس يدخل لنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو الموضوع تاع العلاج بالاعشاب وهاد المشاكل ديال وهاد الشيء اللي كنسمعوا فيه دابا الان ديال التبخار، وهاد الشيء ديال الشيح، الاوكاليبتوس، القرنفل، استعمال المواد الساخنه، ظهور بعض الاشخاص اللي كيتكلموا على ان وجود كذا، وجود علاجات كذا. انا تنقول بانه هاد الامور هذه ما هي الا وقايه وحمايه، تنقول حمايه وتطبيط من انتشار ديال هاد الفيروس، مع العلم انه باش نكونوا فاهمين ونكون واعيين والمغاربه يكونوا فاهمين المساله ديال فيروس كورونا، ان فيروس كورونا لا ينتشر عبر الهواء. هذه مساله خصنا نحطوها في عين الاعتبار ديالنا، ونحطوها في بالنا بان فيروس كورونا ماشي هو الجدري المائي اللي كينتشر عبر الهواء، وبالتالي راه استعمالنا مثلا ملي غادي نبداو نكثروا التبخار ونبخروا بزاف وغادي نديروا راه حنا غادي نقضيو على الفيروس. لا، لان الفيروس كورونا او كوفيد 19 هو كينتقل عبر الاسطح اولا، يعني كيعيش في واحد الفتره في الاسطح الصلبه طويله. غادي نعطيو مثلا الكرتون كيقدر يعيش فيه 8 السوايع، البلاستيك كيمشي يعيش فيه حتى 3 ايام، هذه هي الاشكاليه ديالته. عبر الجسم او عبر اليدين كيعيش فيه 3 السوايع حتى 4 السوايع، وبالتالي هذا الشيء علاش المنظمه العالميه للصحه كتوصي، وحنا قبل من المنظمه العالميه للصحه راه الدين ديالنا كيوصي باننا نكون عندنا دائما النظافه وغسل اليدين. وغسل اليدين راه ماشي دوز يديك هكا راك غسلت يديك، راه غسل اليدين خصو ضروري يكون عبر يعني تخليل الاصابع وتخليل الاظافر وغسل وسميتو وتكتيف من استعمال ديال الصابون من اجل عدم تسرب هذا الفيروس الى داخل الاجساد ديالنا. مع العلم ان فيروس كورونا او كوفيد 19 عنده تخصص، معلوم ان الفيروسات هي عندها تخصصات، تخصص الفيروس ديال كورونا هو تخصص ديال الانسجه الرئويه، اذا خاصو يمر الى النسيج الرئوي. باش كيمر الى النسيج الرئوي، وهنا خاصني نحط واحد النقطه اللي خاصهم يفهموها المغاربه واللي خاصهم يوعاو بها مزيان، ان الفيروس ماشي هو البكتيريا وماشي هي الجرثومه. وهذا هو السؤال اللي كنت بغيت، يعني حنا كنعرفوا المعقمات كتطهر من البكتيريا، دابا حنا امام فيروس، يعني واش هاد المعقمات ممكن توصل صالحه؟ اذا هذا الافراط في استعمال ديال المعقمات بواحد الشكل اللي هي كبير كيقدر يؤدي لنا الى تخريب النسيج الجلدي ديال جسم الانسان، وبالتالي كيسهل علينا واحد المساله ديال العيش ديال ذاك الفيروس في الجلد ديالنا مده اطول، وبالتالي يقدر يتصرف في اي لحظه. اذا انا نعطيكم واحد النقطه اللي هي مهمه وغنفهموها مزيان. غير هو قبل نستقبل واحد المكالمه دكتور. مرحبا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. واخا من فضلك الاسم والمدينه. ضعيف ايوب من مدينه اش. الاسم من فضلك، ما سمعتش مزيان. ضعيف ايوب من مدينه اش. ايوب، اهلا بك ايوب. ايوب، واخد الاحتياطات ديالك؟ معلوم. يعني ما كتخرجش من دارك الا للضروره، كاين شويه التعقيم، كاين شويه الاحتراز.
ضروري داكشي اللي كاين. الله يبارك فيك. واخا ايوب، معك الباحث احمد السلماني، باحث في العلاج التكميلي وتداوي الاعشاب. الى عندك شي سؤال؟ وحنا دائما كنتكلموا اليوم على الاعشاب اللي كنعقموا بها المنازل ديالنا، نوعيات الاطعمه اللي صبحنا كناكلوها دابا باش نحميو راسنا من فيروس كورونا. معك الباحث. شكرا. مرحبا سيدي. شكرا سي الباحث ديالنا. السؤال اللي بغيت نسولك هو شنو هي الاعشاب اللي يمكن تعتمد في الحمايه من هذا الفيروس؟ الاعشاب اللي غادي تحميك من الفيروس. واخا سيدي، ان شاء الله تعالى غادي نهضروا على الحمايه وغنهضروا على الاعشاب التي تساعد على الحمايه اذا وجدت. هنا غادي نتكلموا بكل صراحه بكل صدق باش ما نبقاوش نتوهموا ونوهموا الناس بانه راه كاينين اعشاب اللي غتقضي لنا على الفيروس، ولكن كاين اعشاب اللي غادي تحمينا، او ماشي غتحمينا وانما غادي تادي من رفع من كفاءه المناعه. نعم، هنا فين خاصنا نفكروا، راه ماشي وجود اعشاب خارقه سحريه كل واحد يتباهى يعني وكيقول بانه هناك من يقول بانه عنده خلطه يقدر يعالج في 3 ايام يقدر. هذا كلام يعني الان اللي شتت عقلي الافكار ديال المغاربه. واخا قبل ما ندوزوا للاشياء اللي كنتناولوها نتكلموا على المعقمات. دابا نعم. الشيح، شنو المكونات اللي في الشيح اللي ممكن انه يكون معقم ديال المكان؟ كذلك الكاليبتوس، يعني هاد العشبات بجوج هما اللي كنشوفوا كنستعملوهم بزاف. دابا هنا غادي نهضر اولا كما قلت لك لاله سعاد، غادي نكمل هاد الفكره هذه باش الناس واخا سي ايوب راه معنا من يفهم نفهموا هاد القضيه. بالنسبه للاعشاب اللي هي كتساعد على تقويه اولا لمحاربه الفيروس، ما تنقولوش محاربة الفيروس وإنما تنقولوا الوقاية منه، الوقاية منه والرفع من كفاءة المناعة. هنا غادي نقول راه ماشي الشيح والكاليبتوس والزعفران والقرنفل هما اللي غادي نديروهم دابا وغنقضيو على الفيروس دابا، لا، راه المناعة راه كما تنقولوا واحد الفريق ديال كرة القدم بغيتي باش يربح واحد 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 المقابلة خاصو تدريب، خاصو يكون مدرب، وباش يكون مدرب يعني خضى واحد التمارين وخضى واحد نظام غذائي وخضى واحد مجموعة تاع خضى الأكسجين وداوه للغابة باش تنفس مزيان وخضى الأكسجين مزيان والرئة ديالو كبار يعني اللاعب الرئه ديالو انه يجري 90 يقدر يجري 120 دقيقه في هذيك المقابله ويربح. اذا هذا هو المناعه ديالتنا. اذا الدور ديال المناعه ديالتنا الان هو الرفع من ادائها والرفع من 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 من, من مقاومتها لاي نوع من البكتيريا ومن انواع ديال الفيروسات، راه ماشي فيروس كورونا. والسؤال ديال سي ايوب اللي كي واخا معاك بغا هو شنو الاعشاب اللي يستعمل؟ الزعفران. هنا غادي نقول له الزعفران، شعيرات ديال الزعفران، شعيره وحده تاع الزعفران، جوج شعيرات تاع الزعفران تنديروهم في براد في بريريد ديال اتاي، فيه كويس تاع اتاي. اشنو الدور ديالهم؟ الزعفران كيحتوي على مضادات الاكسده ويقوي ويدعم من كفاءه المناعه. وهنا ملي غادي نقول يدعم من كفاءه المناعه لا اقول بانه سيقتل لنا الفيروس، كونوا واضحين. فيروس كوفيد 19 دابا الان الدول العالميه كلها كتجري من اجل انها تلقى اللقاح. ما غادي نجيوش نقولوا بانه راه الان كاين واحد 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 الخلطه ولا واحد مجموعه الخلطات غادي نعطيوها لعباد الله وغادي تعطي نتائج. غادي نتكلموا بكل صراحه في كيفيه الوقايه، غادي نتكلموا على شنو هي الاعشاب اللي غتحمينا وغترفع من كفاءه المناعه ديالتنا، وغنتكلموا على شنو هي السبل باش الكوفيد 19 او فيروس كوفيد 19 ما يمرش الرئه ديالنا. خصنا الاهم حاجه انه ما يمرش الرئه ديالنا، هذا هو اهم حاجه. اذا الزعفران مهم وممتاز بالنسبه لنا، وغادي نهضروا على شنو هي المكونات ديالو ان شاء الله تعالى. واخا نتكلموا دابا على المعقمات، يعني الناس ملي كنبخروا الشيح ولا الكاليبتوس شنو اللي كيطرنا في المنزل ديالنا؟ واش كيمشيو البكتيريا؟ وحنا كنتكلموا دابا على فيروس ماشي بكتيريا. نعم. يعني كيفاش نستعملوا هذه المسائل؟ واش بشكل يومي ولا في اليوم بزاف المرات؟ دابا بالنسبه لنا ماده الشيح كتحتوي على واحد المركب كيميائي اللي كيتسمى الارتيميسينين، مركب كيميائي سميتو الارتيميسينين. اختصاص ديالو هذا المركب الكيميائي هو المكون الكيميائي اللي كاين في عشبه الشيح هو القضاء على ماذا؟ عمل ديال البكتيريا المنتشره عبر الهواء، وكذلك الجراثيم المنتشره عبر الهواء، وتطبيط انتشار عمل الفيروسات المنتشره عبر الهواء اللي هي الجدري. اما حنا دابا الان امام واحد الفيروس اللي ما كينتشرش عبر الهواء وانما ينتشر عن طريق الملامسه. اذا اول لقاء اول حاجه اللي خصنا نتكلموا عليها استاذه هي هذا النهج اللي نهجاته الدوله ديال العزل.
اذا كيتسمى كوفيد 19 كما كنقولوا هو كائن غير حي، وامتى شي يولي حي ويولي تكاثر؟ ملي كيتلاقى مع الحاضن. هذا اللي خصنا نوعاو به، خصنا نوعاو به ونعاونوا فيه السلطه ونعاونوا فيه الادارات اللي الان ناهجين سياسه ديالتاش ديال تطبيق العزل الطبي والعزل الصحي للمواطنين. ماشي راه ماشي دايرين ليه العزل الطبي لانه او العزل او الحجر الصحي حبا في انهم يديروا لي الحجر الصحي، راه دايرين لي الحجر الصحي من اجل انه يوقيوه من الاصابه، يوقيوه من التعرض الى الكوفيد. اذا كما كنقولوا بانه كائن حي، هذا الكائن حي يبحث على حاضن، هذا الحاضن عنده تخصص، يعني كما تنقولوا الفيروس كوفيد 19 عنده تخصص الانسجه الرئويه، يمر عبر الحلق، اذا يمر عبر الحلق، اول حاجه هو باش نحميو رؤوسنا ونحميو المغاربه ونحميو المجتمعات هو قطع الرأس الأفعى من الأول. قطع رأس الأفعى من الأول شنو كيكون؟ هو العزل، هو الحجر، هو أنني ما نعطيش الفيروس فين يتلاقى مع 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 شي حاضن، ما يتلاقاش مع شي شخص آخر اللي غيدوز عنده وغيلقى فين يعيش وغيلقى فين يتكاثر. إذن هذا هو الأساس، هذا هو الأصل أستاذة. إذن الحجر الصحي هو أول وقاية وأول علاج، أما تنقولوا هنا بكل صدق، الحجر الصحي دخل دارك سد عليك، دخل دارك سد عليك، عندك واحد الشخص اللي غادي يخرج يتقدى لك، غادي نقول لك اشنو غادير ليه، اشنو الحوايج اللي غادي ديرها باش توقيك، توقيه هو شخصيا وتوقي الناس اللي حواليك. اذا باش كيمر مشات غلطات بزاف في الاوراق الكاليبتوس، اوراق الكاليبتوس ليس فيه الا ماده المنطول اللي كتقضي كما قلنا على الجراثيم في هذا، ولكن راه اللي كيقضي على الفيروس بانتشار ديالو عبر الهواء وكذلك حتى داخليا هو حمض الكينيك اللي موجود في اللحاء ديال الكاليبتوس، لحاء الشجره ديال الكاليبتوس، تما فين كاين عندنا حمض الكينيك وحمض التيتينيك تريبين، هذا كيقضي او كيؤدي كيرفع لنا من كفاءه المناعه في مواجهه وتحفيز ماذا؟ الغدد او خلايا اللمفاويه التائيه والبائيه، هادو جوج اللي هما الان الدور ديالهم فاش؟ هو دراسه الفيروس وكذلك افراز المواد لي نعم. معايا مكالمه استاذ. نعم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الله. واخا الاسم والمدينه لا ممكن. ابراهيم المدينه. المدينه من فضلك. مراكش. اهلا بك ابراهيم. ابراهيم وانت في مدينه مراكش شويه كتاخذ الاحتياطات ديالك؟ ايوه. كتلتزم البيت؟ نعم. نخدم هذا التقنيه. ايوا مزيان شويه يعني كتبقى في دارك ملي كتسالي العمل ديالك؟ اي الحمد لله. معنا الباحث في العلاج التكميلي وتداوي الاعشاب، الا عندك شي سؤال. أيه. تفضل. أيه. واخا سي ابراهيم السؤال ديالك؟ شنو السؤال؟ الو الو معنا الباحث في العلاج التكميلي وتداوي في الاعشاب، الى عندك شي سؤال ليه؟ شنو هي الاعشاب اللي بغيتي باش يعني اللي فهمت منه صحاب يعرف زعما الاعشاب اللي ممكن يطهر بها المنزل ديالو. طيب حنا غادي نعطيوك نهضروا على الاعشاب اللي ممكن يطهروا بها البيت ديالنا واللي ممكن نعقموا بها البيت ديالنا، ولكن بالطريقه الصحيحه. هي اولا كما قلنا بانه الكاليبتوس الان كان في القديم ومعروفه في القديم، ابائنا والامهات ديالنا وجدادنا اللي كانوا في البوادي، النهار اللي كان واحد الفتره كينتشر فيها الجدري المائي وكينتشر فيها حتى واحد المساله ديال الانفلونزا ديال المواشي، ومعروف بان راه الفيروسات راه كتنتقل كتجينا من الحيوانات. راه دابا مثلا ملي كنتكلموا على كوفيد 19 راه جاي من الجمال وجاي من الخفافيش، اذا راه مساله ديال ان الفيروسات اللي كتنتشر لنا في الجسم ديالنا اولا كناخذوها راه غالبيتها كناخذوها من الحيوانات. اذا ملي كان كينتشر الانفلونزا ديال الماشيه ولا هذا كانوا كيشدوا الكاليبتوس والشجر ديال الكاليبتوس كيحرقوه في الزريب، كيتحرق في الزريب من اجل ماذا؟ تعقيم الهواء. ولكن واش كيعقموا الاسطح والاماكن الصلبه؟ راه غير ما كايناش، راه ما كاينش شي حاجه اللي كتعقم لنا الاسطح من غير الى خدينا
ماده الكاليبتوس او الزيت الاساسي ديال الكاليبتوس اللي كيحتوي لنا على هذا الحمض الكينيك وماده المنطول، وخدينا اولا خدينا الاوراق ديال الكاليبتوس وطيبناهم في الماء مزيان باش نستخلصوا منهم الماده الفاعله، وضفنا لهم الملح البحري، هنا غير قدروا نقولوا باننا عقمنا طبيعيا الاسطح ديال الاسطح الصلبه. لكن ما يمكنش هذا الشيء غيدار مثلا على مستوى مدينه، ما غيداش على مستوى مؤسسه. اذا فاستعمالنا الكحول الطبي فهو الزامي بالنسبه للاماكن العموميه، ولكن داخل البيوت من كثره انه كاين شويه تكلفه وكاين كذلك عدم وجود هاد المواد بدات يعني كاين الناس البوادي والناس اللي والناس اللي كنخاطبوهم اللي هما في لي ريجيون ديال المدينه، فطبخنا لماده الكاليبتوس اللي كتحتوي كما قلت لكم على حمض الكينيك وحمض التينيك تريبين وسيكونامين، هادو هما المواد اللي ممكن نستخلصوهم من غلي هاد الاوراق تاع الاعشاب والجد واللحاء ديال شجرات الكاليبتوس. اللحاء كنقشروا هذيك اللحاء ديال القشره ديال الشجره وكنغليوهم في الماء مزيان المد يعني الكميه غير 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 يعني ما غادي نقولوش مثلا 10 الاوراق شحال ما غليتي في الماء واستعملتيه مع الملح البحري وديتي كترش به الاماكن وجففتي بها لاله جففتي به الدار ديالك وجففتي به مسحتي به الحيوط ومسحتي به دوك الكوتيات اللي كاينين عندك في الدار ومسحتي به هذا، فهو غادي نقولوا باننا عقمنا نسبيا هذاك الانتشار ديال الفيروس ديال كوفيد 19. غير هو السؤال ديال دابا ملي كنعقم هذه المساله ولا جاب الله الله يحفظ وقدر الله ودخل شي واحد اللي حامل الفيروس، واش هذا ممكن يحمينا او لا؟ طيب هنا بالنسبه لنا غادي نهضروا هنا على مساله الحمايه. شي واحد جاي دابا الان عنده عقمتي قديتي صوبتي واحد جا منتشر جاي حامل الفيروس، قاس شي حاجه راه ما يمكنش التعقيم، غادي يؤدي الى انه ما نتعادوش، ولكن هذاك الشخص الا ما كانش عارف هنا فين كاينه هذيك المساله ديال شخص عند ا، كاين عندنا شخص ا اللي هو حامل الفيروس وكاين عندنا شخص بي اللي هو غير معروف وتلاقى معاه شخص ا اللي حامل الفيروس وكاينين عائله اللي هما السي. اذا هاد المشكل عندنا فين كاين؟ هو المشكل ديال بي اللي ما معروفش دابا الان اللي هو اللي كينقل لنا دابا الان الفيروس في هذا. وهذا الشيء علاش الحجر الصحي راه ممتاز ومفيد للناس انهم يريحوا في ديورهم ما يتلاقاوش مع هذاك اللي حامل الفيروس. دابا حنا ملي كيتعرف مثلا وزاره الصحه كتعرف شخص مصاب بالفيروس شكون كتمشي تجيب؟ كتجيب المحيط ديالو الناس ديالو، اذا كدير ليهم لي زاناليز باش يعرفوا واش هما هزوا الفيروس حاملين للفيروس ولا ماشي حاملين للفيروس. اذا هنا الاشكال عندنا في كاين الشخص اللي مصاب والانتوراج ديالو راه ديال وزاره الصحه عارفاه جايباه غتجيبو. المشكل فين كاين؟ في داك الشخص الغير اللي تلاقى معاه هذاك ا اللي هو هاز حامل الفيروس، تلاقى معاه في المحطه، تلاقى معاه في الطريق، تلاقى معاه في هذا، دخل طلع الطوبيس، هز حط يده في دوك الكراسه ديال الطوبيس، حط يده في التراموي، حط يده في هذا، هنا فين المشكل، هنا فين كاين صعوبة الامر. لهذا اول حاجه كما تنقولوا راه شي واحد عنده فيروس كورونا ودخل مثلا للدار راه ما خاصوش يدخل للدار، خاصو انفو يعرف المشكل، يعرف بانه كاين عنده جفاف في الحلق، عنده صعوبه التنفس، خاصو يتصل باليقظه لانهم هما الناس اللي غادي يقدروا يحدوا ليه او يجيو عنده على العجل، لانه كاين ما كاينش مساله ديال التاخر، على العجل من اجل يعني يدخلوه الى المختبر المخبري او التحاليل المخبريه باش نعرفوا واش هو حامل الفيروس. لا غير اللي فهمت من هاد الاعشاب هي عباره عن منظفات ومعقمات، ولكن الا دخل شي واحد راه العدوى غادي تكون، راه ما يمكنش انها غتحبس. لا ما يمكنش غتحبس، راه ما يمكنش غتحبس، امتاش غتحبس؟ راه ملي كيتنتقل الفيروس خصهم يفهموها الناس، عائمه اننا غادي ندخلوا في اطار ديال واحد عنده حاله مزمنه يعني غادي يولي عنده حاله خطيره، واما واحد الشخص عنده مقاومه كبيره غيقاوم الفيروس وما غتظهرش عليه الاعراض، واما انه غادي تظهر عليه الاعراض ولكن ما غتنالش منه، لان ثلاثه الاشخاص اللي كاينين عندنا دابا الان. كاين دابا الناس اللي دخلوا دابا الان اللي دخلوا للمستشفيات راهم تقريبا الحمد لله 49 حاله اللي الان تماثلت للشفاء. نعم اليوم 15 حاله. اذا 49 حاله تماثلت للشفاء،
يعني معناتها ان المقاومه ديالتهم راه كاينه مقاومه، زائد هذاك البروتوكول العلاجي اللي دايرين معاهم وزاره الصحه، واللي كنشكروا هذوك الجنود الاماميين، لا من اطباء لا من من الممرضين والممرضات، لا من الناس العاملين داخل المستشفيات، من اجل انهم دايرين واحد الحرب ضروس في هذا المشكل ديال الفيروس. فنصفق لهم بحراره، وهنا هذاك البروتوكول كيساعدهم، يعني الشخص كيساعدهم اذا كانت المناعه ديالته قويه. اما المناعه ديال واحد انسان ضعيفه، عنده امراض مزمنه، عنده امراض القلب، عنده امراض الربو، عنده امراض الشعب الكلى، عنده هادو ناس اللي هما خصهم اصلا ياخذوا احتياطاتهم قبل الاصابه، يعني الا تصابوا راه هنا فين كتكون الاشكاليه. واخا ومن بعد يعني فاش كنبخروا الدار كيف كنقولوا هكا، كاينه واحد المساله سمحنا كنديروها حتى هي وكنقولوا ربما غتقتلنا الفيروس، هو فاش كندخلوا من العمل ديالنا اما كنطبخوا القرنفال او لا الكليب، كنبقاو نستنشقوا بحال هكا، كنحاولوا نحلوا عينينا نستنشقوا، كنقولوا ربما راه هذا الفيروس غيموت. واش هذا الشيء صحيح او لا؟ طيب الفكره هي خاطئه من الاساس. ماده القرنفل تحتوي على حقاش القرنفل كيسحبوا الناس اعشاب، هو راه من التوابل اصلا، يعني كيدخل في اطار التوابل، يعني النكهات اللي كيضافوا في الماكله. كيحتوي على ماده الاورجونول، ماده الاورجونول قاتله للجراثيم وقاديه على البكتيريا وكذلك مثبطه لعمل انتشار كتوقف لنا من انتشار الفيروس، وبالتالي فهي تحفز ماذا؟ تحفز كما تقول نشاط الخلايا اللمفاويه من اجل التعرف على الفيروس والقضاء عليه. ملي كنستنشقوها يعني داك الماء تكون ريحه القرنفل، ملي كنستنشقوا يعني هذيك الماده او الزيت العطري ديال القرنفل يتسرب عبر القصبات الهوائيه وعبر المجرى التنفسي، ثم انه يمر الى الحلق، وبالتالي اذا مر الى الحلق فهنا كاين واحد عمليه ديال تاش ديال تيقظه ديال هذوك الانسجه المخاطيه اللي كاين عندنا في الفم وممكن عندنا في الحلقوم، اللي كتدفع بهذا الفيروس الى المعده، ما كتخليش انه يتسرب الى النسيج الرئوي، وبالتالي كتقضي لنا هذيك الساعه على الفيروس. لكن الاشكال اللي خصنا نفهموه واللي خصنا نوعوا به واللي خصنا نديروه هو ان هاد لافوبيا اللي واصلين فيها المغاربه راه كتضعف لهم المناعه، وبالتالي ملي كتضعف المناعه ملي تنقولوا انسان كيدخل في حاله خوف وحاله هلع، ماده الكورتيزول وماده الادرينالين مفرزه من طرف الغده الكظريه اللي موجوده فوق الكلاوي تتثبط لنا عمل ديال المناعه، بالتالي عمل كتقول لك المناعه كتما غادا هي اصلا باش تحارب مع الفيروس ولا تقضي على الفيروس، كتقول لك انا ميته علاش غادي نبقى انا، كتما غادا بواحد الشكل. فلهذا كنرجوكم جميع المغاربه انهم يتحلاوا بحاجه واحده، حاله اليقظه هذه الاولى، والصبر ثاني شيء، ثم الوقايه، راه ما يمكنش شي واحد غادي 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 يدار. بالنسبه للقرنفل الميزه اللي كاينه فيه، الميزه اللي فيه وجميله ورائعه انها كتعطينا الراحه البال وكذلك الطمانينه والحد من افراز ماده الكورتيزول وماده الادرينالين، وبالتالي مقوي المناعه، رافع من اداء المناعه، ورافع كذلك ومنشط للغدد الليمفاويه. يعني بالنسبه لفاش كنطبخوا القرنفل او لا الخزامه وشحال كنستنشقوها، يعني شي حاجه هي مفيده مزيان انا الانسان يديرها؟ الخزامه لا، غير القرنفل. القرنفل كنتكلم على القرنفل، نرجعوا للخدمه ديالنا. نعم كنتكلم على القرنفل، غنتكلم على الاستنشاق ديال ماده الاورجانول اللي كاينه عندنا في القرنفل، وكذلك شرب يعني اضافه شويه ديال القرنفل، يعني ملي تنقولوا براد ديال الاتاي، حنا المغاربه معروفين كنشربوا ديال الاتاي، وهذه هي الوقيته اللي خصنا نستهلكوا فيها ديال الاتاي، ولكن الاشكال فين كاين؟ هو ان لازم نستهلك اتاي بدون سكر ابيض. الحذر ثم الحذر من استعمال او كثره استعمال السكر الابيض. السكر الابيض يثبط من عمل المناعه، اذا نعوضوه بالعسل. الا ما عنديش العسل سيدي العسل الحر، انا نبعد من ما هو محلى، وهذه المحليات هي فين كينشط فيها الفيروس اكثر. اذا نبعدوا. انا كنستغرب الناس اللي كيمشيو دابا الان كيشريو بزاف المحليات باش ويحطوها في الثلاجه ويحطوها، واش الان باقي ما بغيناش نوعاو بان شنو هو السبب ديال ضعف المناعه ديالتنا وهذا الخوف اللي حنا عايشين فيه؟ هو اننا متيقنين يقينا بان مناعتنا ضعيفه، والسبب ديال المناعه ديالتنا ضعيفه هو تعاطينا الى كل ما هو معلب، وتعاطينا الى كل ما هو الاغذيه السريعه او الوجبات السريعه، وهذه الوجبات السريعه هي اللي غادي تضعف لنا مناعتنا، وهي اللي غادي تكرفص لنا مناعتنا وما غاتخليهاش لها القدره في مقاومه ومجابهه هذا الفيروس. اذا انا كان بالنسبه لشرب القرنفل
كنقول بانه حتى بالنسبه ممنوع على الناس على اللي عندهم مشكله تاع نعم. الكبد، لان اللي عندهم مرضى الكبد، اللي عندهم تليف الكبد، او اللي عندهم لي فيروس، فيروس ا ولا فيروس بي ولا فيروس سي ديال الكبد، راه يمنع عليهم استعمال القرنفل. واللي عندهم ضعف في افراز السفره او كما كنقول، واش التناول ديالو يعني شرب او غير الاستنشاق ديالو؟ راه حتى الاستنشاق. شوفي معايا نعم. كنقول واحد المساله، اخطر ما يدمر الكبد هو الاستنشاق اكثر ما كيد الشرب. لانه مثلا المبيدات الحشريه اللي كنديروها دابا مثلا في هذا، راه كتمشي مباشره للكبد كتدمره اكثر ما كاين ما كناخذوا شي حاجه داخليا. نعم. اذا الاستنشاق بالنسبه حتى الناس اللي عندهم مشكله الكبد يبعدوا من شرب ديال الزعفران، هذه ديال القرنفل، لكن استنشاقه. ولكن استعمال ماده الزعفران، ماده الزعفران اللي كاين فيها ماده الكاروتين وفيها ماده فيتامين ا وفيتامين سي. نقاطعك مازال غنجيو استاذ الاشياء اللي غنكونوا نتناولوها. دابا كنتكلموا تكلمنا على كاين مخلوط دار، دابا كنتكلموا على شي حاجه يستنشقوها. يعني في هذه الحاله، يعني في هذه الظروف، يعني القرنفل اللي منصوح به، منصوح به استنشاقا، ولكن كناس اللي عندهم الكبد يبعدوا من هذا وحتى بالنسبه ينتبهوا. واحد المساله اخرى، انه كاين لك كاين لك انا شفت ناس انهم كياخذوا القرنفل دابا الان كيديروه في الفم ديالهم وكيبقاو يدغ في القرنفل الى غير ذلك. القرنفل استعماله المفرط يؤدي الى تدمير انسجة ديال التلاته ديال الفم، وبالتالي حتى كدير شي حاجه اللي هي كذب. راه ما يمكنش ناخذ اكثر من حبه ديال القرنفل نديرها في فمي في واحد اللحظه ديال نص نهار. اما الا بقيت مثلا كل ما دابت هذيك القرنفل نعاود ندير وحده اخرى، نعاود ثاني ندير وحده اخرى، راه حنا نؤدي الى تدمير انسجه ديال التلاته ديال الفم ديالنا، وبالتالي كنهلكوا الصحه ديالنا اكثر ما اننا كنفيدوها. يعني هذا هو السؤال، ملي كنعرفوا ان يعني شي عشبه ولا شي حاجه ممكن انها كتوقي، يعني كتكون غير كوقاي، حنا كنفرطوا في الاستعمال ديالها. وهذا هو الافراط. باش نصحنا دكتور، الافراط في الشيء يؤدي الى التهلكه. وبالنسبه لتعاطي الاعشاب، كنقولها ونعاودها، الناس اللي غيمشيو يبقاو يتعاطوا الاعشاب بدون سابق خبره، راه غادي يؤديو الى تسمم خطير. خصوصا انا غادي نقول الناس اللي كيستعملوا دابا الان الشيح، كاينه ماده السانوتونين، هذه ماده سامه تقدر تؤدي بنا الى دمار الكبد، كتدمر الكبد. الافراط في استعمال الشيح، راه اللي كيستعمل الشيح بشكل غير مقنن راه يقدر يؤدي به الى مشكله خطر من مشكله الفيروس ديال كوفيد 19. اذا لا يمكن تجاوز مثلا شرب الشيح 1 غرام حتى 2 غرامات في اليوم، لانه كيحتوي على هذه الماده السامه تقدر تؤدي بنا الى تلف في الكبد. تستعمل كتبخار ولا بالنسبه للشيح ما عنده ما غيفيد، عباد الله فهموا المساله، الشيح راه ما عنده ما غيفيدكم في التبخار، ولكن الاوكاليبتوس غيفيد في ماذا؟ كنقولوا غنعاودها، في تطبيط انتشار الفيروس اللي منتشرين على عبر الهواء. وهذا الفيروس راه ما منتشرش عبر الهواء، راه منتشر عبر ماذا؟ عبر الاسطح. اذا اشنو خاصنا؟ نغليو وهذاك الماء هو اللي نغسلو به، وهذاك الماء هو اللي نغسلو به ونعقمو به. تبخار نهار كامل دابا من العيالات ومن الادب مجامر عاطي الله في كل بلاصه، فاش غتفيدهم؟ ما غتفيدهم في والو، مع العلم انه هذا الفيروس هذا ما كينتشرش عبر الهواء. اذا انا ما كاينش كينتشر عبر الهواء، اكوستيك انني نمشي نحرق هذاك الاوراق الكاليبتوس ولا الجذر ولا نشموها. نشموها اوكي، نشموها عبر الطبخ، عبر الغلي، نغليوه مزيان، وهذاك الماء ديالو هو نزيدو معاه الملح البحري ونغسلو به، نسيقو به. ثم اي واحد خرج من البيت ديالو، انا كنقولها للمغاربه كاملين، راه ماشي وقت ديال الزياز، وقت ديال انني نتفركس، وقت دابا الان راه وقت ديال انني نتكافل ونتضامن مع خوتي. صباط واحد غنديرو الخروج، واحد صباط واحد هو اللي غنديرو الخروج. هذاك الصباط كنمشي نخرج به نقضي به الاغراض، ملابس كنبدلهم لانه خصهم كيف ندخل الدار خصهم يتمشيو يتصبنوا. اذا صباط واحد لانه ما غنصبنوش وما غنديروش، غنعقمو وغنديرو في بلاستيك في بلاستيكه اولا شي حاجه، غنحطو بعيد على الاحذيه الاخرى، بعيد على الاحذيه الاخرى. اذا هذاك الاستعمال ديالو غادي يكون كفيل انني راه ما غنشرش هذاك الفيروس في الاحذيه الاخرى اللي يقدر مثلا غير بانطوفه واحد امك باك اختك ولدك هذا لبس ديك البانطوفه بدا كيلعب برجليه انتقل ليه الفيروس. هنا فين كاين الاشكال؟ اذا استعملوا حذاء واحد هو اللي غنستعملوه،
ملي كندخل قبل ما ندخل الدار شي واحد يلقي ليا في الدار في الباب ديال الدار يلقي ليا الطاس، نغسل يدي بالصابون مزيان، نغسل يدي بالصابون مزيان، هنا غنكون بانني راني حميت. وحتى وغنتكلم حتى على خارجيا كيفاش ممكن نحمي. اذا نغسل يدي، ملي نغسل يدي كنلبس البانطوفه ديال الدار بعد ما حطيت، انا قبل ما نغسل يدي راه حطيت الصباط ودرته في البلاستيكه وسديت عليه وعقمته عاد سديت عليه، غسلت يدي كندخل ديريكتومون للدوش، ندو نحيد الحوايج ديالي كنحطهم في مكان الصابون وندوش. من بعد ندوش انا ذاك راني حميت نفسي وحميت عائلتي من 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 من, من وجود الفيروس في الملابس ديالي. اما راه كان داخل، راه كان داخل راه ما راه ما كاين ضروري يحتاج المستشفى. الو يا قضاء باش نكونوا واضحين. دابا خارجا باش كيفاش دابا الان نحميو رؤوسنا وحنا خارجين؟ معقمات ضروري، معقم ضروري يكون في الجيب ديالك. اي مكان غنحلو بيدي غنمسو بيديا قبل ما نحط عليه يديا نعقمو، قبل ما نحط عليه يديا نرش عليه عاد بواني ديال الباب درج، نقدر ندير كلينيكس هو هذاك اللي نمسح به داك 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 الحديده اللي كيكونوا دايرينها في في الدرج يعني في السلوم في الدروج اللي غنطلع فيهم. استعمالنا ديال السنسورات، وانا كنتمنى ان اي عماره عندهم سنسور يوقفوا السنسور. كاين عاجي الطبق الرابع اللي عندهم الطبق العالي، انا كنتكلم على الطبقات يعني خمسه الاطباق ولا سته الاطباق، راه ما يمكن راه منها رياضه راه شي واحد باش نيت يقللوا لنا من الخروج ديال عباد الله، غيخرج الا للضروره. حقاش الاستعمال ديال السنسور؟ لانه ماده فولاذيه وهذاك الماده الفولاذيه يقدر يعيش فيها الفيروس 3 ايام، او انه هذاك الفيروس هذاك السنسور يكون عنده واحد الشخص مدير به يعني مسؤول به اللي كيعقم لنا هذاك السنسور كل لحظه وكل كل كل ما غادي يطالع الانسان هذا، او انني نستعمل كلينيكس. وهذه نقطه، ان الناس اللي دابا الان خارجين بالليغات وكيديروا الليغات الطبيه وخايف، راه عرفوا بان دوك الليغات الطبيين راه كيعيش فيهم الفيروس ثلاث ايام اكثر ما تفكر، يعني تقدر يكون هذيك الليغا هي سبب اصابتك بداك بفيروس كوفيد. يعني تنظيف ليا. اذا لازم تنظيف وتعقيم، وكل ما اي حاجه غنلمسها الا ونعقمها، حتى الفلوس ديالي خاصني نعقمهم، قبل ما ناخذهم خاصني نعقمهم عاد نديرهم في جيبي، وقبل ما نعطيهم شي واحد نعقمهم عاد يديرهم. وحنا كنتكلموا على التعقيم، كاينين الناس كيستعملوا الخل والملح. كاين اللي كيقول لك الخل معقم، كاين اللي كيقول لك الخل ماشي معقم، لان ماشي كلشي في القدره ديالو انه يشري معقمات، كيشري الخل مع الملح ويخلطهم وهكا ويبدا يعقم بهم يديه بحال هكا، اولا يرش شويه في المنزل. واش الخل معقم ولا ماشي معقم؟ البي اش تاعت الخل، البي اش تاعت الخل تسبب في دمار الانسجه ديال الجلد ديال جسم الانسان، كونوا واضحين في هذه المساله. البي اش الحمضيه ديال الخل، الخلول بصفه عامه كتقدر تؤدي بنا الى دمار الانسجه ديال جسم الانسان، خصوصا الملابس الوجه. اما الملابس مثلا والاسطح ممكن اضافته الى الملح يقدر يعطيني نتيجه، والجدران الى غير ذلك. لكن عصير ديال الحامض، عصير الحامض والقشور تاعت الحامض فيهم ماده فاعله اللي نقدروا نستعملوهم في تعقيم اليدين، نعقموا بهم اليدين ديالنا بعد ما كناخذوا القشور ديال الحامض مع الحامض كنديروهم في وسط الماء الملحي ونخليه واحد المده ديال 24 ساعه باش يستخلص لنا الماده الفاعله اللي كاينه في القشور تاعت الحامض. بعد كنصفيه وكنديروه في اليدين في القريعات وكندرش به، مع العلم انه راه مع ذلك مع هذا الشيء كامل لازم الاحتياطات. ما ندير يديها في الشيء في الوجه ديالي ولا في الانف ديالي ولا في الفم ديالي الا واذا كنت متاكد يقينا بان راني هزش معايا الفيروس في الجلد ديالي. تكلمنا على الاشياء اللي نبخروا بها، الاشياء اللي نستنشقوها، دابا نجيو الاشياء اللي نتناولوها. بزاف الناس في هذه الوقيته ولاو كياكلوا المواد الغذائيه اللي غنيه بالسعرات الحراريه، كنقول لك ان هذا الفيروس هو ما خصوش الحراره ما خصوش هكا، كذلك ولاو كيلتجؤوا للاشياء وهذه يعني شي حاجه زوينه بزاف اللي تقوي المناعه ديالهم، مع العلم ان المناعه خصها تكون سابقه. يعني واش ممكن اننا الى استعملنا هذه الاشياء نقدروا نحميو راسنا؟ انا كنحمد الله ونشكره. كاين كيقول الثومه دابا يعني بزاف زيت العود. باش نوضحوا مساله، الثومه انتي بكتيري ماشي مضاده للفيروسات، ولكن عندها دور واحد هو انها كتقوي المناعه، كترفع من اداء المناعه. ماشي اليوم، ماشي شهر، ماشي 15 يوم،
راه الناس اللي كانوا كياكلوا الثومه هم اكثر امان من الناس اللي ما كانش كياكلوا الثومه. الناس اللي كانوا كياكلوا الاغذيه الطبيعيه، ومني كنقول الاغذيه الطبيعيه راه هنا فين كاين الاشكاليه. الله يجزيكم بخير. 1903 في الثمانينات، واش مطيشه ديال الثمانينات هي مطيشه ديال دابا؟ مطيشه ديال الثمانينات ماشي هي مطيشه ديال دابا. مطيشه ديال الثمانينات كانت فيها المواد الغذائيه المواد الفاعله اللي كاينه في المطيشه كانت غنيه بمجموعه بالبوتاسيوم، فوسفور، كبريت، كالسيوم، مغنيسيوم، فيتامين ا، فيتامين سي، لا بيتا كاروتين، غنيه ديك الماده الحمراء اللي هي اصلا كتعرفوا ان اي لون احمر، اي ماده يعني خضر حمراء، فواكه حمراء، هي مقويه للمناعه. اذا ماشي هي دابا، ماشي هي مطيشه ديال دابا، مطيشه ديال دابا اللي تقريبا نقصات بتقريبا ازيد من ثلثين من المواد الفاعله، لانهم قتلوا لنا التربه، تقماتت التربه بالاسمده المصنعه. اذا حنا تنقولوا نقاطعك استاذ نستقبل المكالمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم والمدينه من فضلك. رشيد من فاس. رشيد فاس. واه اهلا بك رشيد. رشيد وكنتمناو جميع المواطنين انهم يكونوا واخدين تدابير الاحتياطيه ديالهم، تدابير الاحترازيه، باش يحميو راسهم من المرض ويحميو حتى الجيران ديالهم والعائله. رشيد انت من انت واخد الاحتياطات؟ الو رشيد. السلام عليكم. رشيد انت واخد الاحتياطات ديالك؟ اكيد اختي ضروري، العائله كامله واخد الاحتياطات ديالها. مع السته كتبقى في الدار ديالك؟ ضروري اختي ضروري. كاين تعقيم، كاين هكا كتبعد شويه على العائله. والله الحذاء اللي حاشاك اللي كنخرجوا به كيبقى بوحديته في بلاستيكه ومشدود عليه، وكنعقموا يدينا في الدخول والخروج. تبارك الله عليك رشيد، بهذه الطريقه كتحمي راسك وكتحمي حتى العائله ديالك والجيران والمدينه. كيحضر معايا الباحث احمد السلماني، باحث في العلاج التكميلي والتداوي بالاعشاب، اللي عندك سؤال. الله يخليك. احنا بغيت نمر رساله عبر الموقع نتاعكم، عبر الجريده نتاعكم. الله يخليك. حنايا احنا في حرب اكيد، غير الحرب مع العدو كيكون باين، هذا عدو ما باينش. نعم احنا مع عدو لا مرئي. لا ما غير مرئي، والله كون كان عدو مرئي كان تغلبنا عليه في نهار ولا يوم. الشعب المغربي قادر. غير الله يخليكم، التوعيه في التلفازه ناقصه بزاف، التوعيه في التلفازه ناقصه بزاف. حنايا كنشوفوا مثلا بلا ذكر الاسماء، القناه الاولى والثانيه بلا ما نذكروا الاسماء، كنهضروا كنوصلوا غير الميساج اللي باغي توصل. الله يخليك. اي بغينا نوصلوا الميساج. المشكل فين كاين؟ كاين في الاحياء الشعبيه. المشكل كاين في الاحياء الشعبيه، والاحياء الشعبيه الله غالب، باش نهضروا في الواقع، الواقع المغرب راه بلا ذاك الزواق اللي كيبينوا لنا في التلفازه. ما غنتكلموش، المهم باش انا كنت انا امينه معاك. تفضل تفضل سي رشيد. لا لا تفضل خذ راحتك. تفضل. الله يستر عليك. راه شوفي الاحياء الشعبيه هما اللي فيهم المشكل. ما نقولكش الاحياء الشعبيه ناقصهم الجهل، ناقصهم هذه، ناقصهم هذه، ناقصهم هذه. انا ما ندخلش في التفاصيل هذه، حقاش واعيه راهم واعيين، ولكن طاب الخب راه صعيب وصعيب وصعيب. الله يحسن العوان. وحتى الجوع، وحتى اللي ياكل ولاده راه حرب اكثر واكثر واكثر. الدوله راه ما قايماش بالواجب ديالها من هذه الناحيه هذه. غير ما عيط هذا الرقم ديال 12 12، راه دابا تقريبا 15 يوم ولا سيمانه هما في الدراسه ديالهم. بالله عليك، وحنا في القرن 21 وبلاد متطوره، مازال ما خصيناش اللي عنده رامي شحال عنده من الدراري. واخا رشيد رشيد انا نقاطعك لا كمل، غير ما خصناش نجحدوا بالجهود المبذوله، يعني ما نكونوش ايه راه دابا في هذا الوباء. هو انت عفري لي صح، عندك صح. نعم غير باش قال يعني السلطه راه قايمه بالواجب ديالها. نعم تفضل. الدوله واش دوله على قد المغرب ما قادش تحصي ولادها؟ واش دوله على قد المغرب ما قداش تحسب ولادها غير بلاكارت ناسيونال؟ شكون اللي عنده وشكون اللي ما عندوش؟ شكون اللي دخل فرامي شكون اللي ما عندوش؟ سي رشيد راه تاخذات واحد التدابير لا نقاطعك. صحاب لا سي ان اس اس راه هما اللي عندهم تغطيه صحيه، راه كاينه التدابير والاجراءات اللي خصهم يديروها باش ان شاء الله يتخلصوا. كذلك الناس اللي عندهم راميد، راه هي الدوله غاده في هذا الاجراء، دات رقم 12 12 باش يسلوا برسائل نصيه الرقم ديال بطاقه الراميد، وان شاء الله ابتداء من الاثنين المقبل غيتسلموا على حسب عدد الافراد من
800 درهم كذلك الناس. لا وانا ما قدام ما وصلتش لإذن الماجي باش نقدروا نهضروا على هذا الشيء. لا بلاتي سي رشيد سي رشيد سي رشيد هي تصمت ليا لا غير باش لا باش نكونوا حنا عاوتاني نكونوا في يعني محايدين ونهضروا يعني باقي ما وصلش لي الماجي هما ابتداء النتيجه يعني ماشي ماشي دقه واحده غيشدوا الناس ابتداء الاثنين غيبقاو يستلموا الناس المبالغ ديالهم اللي حدتها لهم الدوله. عاد الناس اللي ما عندهمش الرميد راه ان شاء الله باقي ما عرفنا شنو ولكن وعدت الدوله انها غتلقى لهم واحد الحل حتى هما القدر من الفلوس. احنا خايفين على هذه البلاد غير باش ما نكروش كل شيء يعني كاين واحد المجهود مبذول. الفئه الضعيفه الفئه المعويه حاولوا تدخلوها في الاعلام ديالها اكيد لا لا سي رشيد شوفي الناس دابا شوفي شنو عندي الناس راه عرفت تعقيم اليدين عرفت تعقيم الرجلين ما شاء الله تبارك الله وهادشي المهم لان دابا حنا راه مصلحه ديال كل هادي وصلت لواحد الدرجه اللي خصكم تهضروا عليها واخا ولكن الا كتبع معنا يعني القناه ديال شوف تي في راه حنا بشكل يومي كندخلوا للبيوت ديال الناس المحتاجين بشكل يومي كنوصلوا المعاناه ديالهم. لا سمع عندي واحد المثل غير مثلا الله يوفقك لا خضراء لا حنا دابا حنا كناقشوا حنا راه في واحد الازمه حنا كنا نعطيو لا مثلا وقتها باش نقول الاعلان ضروري للشعب المغربي. تفضل باش انا عندي الاعلان باش انا ندير اعلان ولا اشهار ياك وندخل عند نوفل اللي ماما استاذه وباه مدير ديال الشركه ونعطيه وما كيجي وما كيجيب له كاس الحليب ولا ماما كتجيب له كاس الحليب. نعم الشعب المغربي ماشي هو هذا ماشي ما عندوش طابليت ولا تليفون ما عندو ما ياكل ماشي ما عارف ما عندوش طابليت. تفضل معك سي رشيد قلت لك حنا في هذا الوقت حنا كنعين عين وكيف قلت لك لا تبعتي حتى الفاتحه شوف تي في راه بشكل يومي كنقلوا اكثر من 3 الحالات ديال الناس المجانين كنديروا الارقام كاين وعاونتوا الناس لا حنا كنكونوا اداه الوصل يعني بين الانسان واصله ماشي غير تسالي كورونا تشولي سميتو. لا حنا ان شاء الله شوف لا 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 الله يخليك دابا حنا ما كنهضروش على هذه المساله دابا تبارك الله حنا راه مشاهدين كيتبعونا حنا اكيد دائما حنا واحد الصوت ديال الشعب وصلوا ما كنديروش التفاهه. سي رشيد سليم عنده اولويات هادو هما الاولويات حنا كنتمناو من جميع المسؤولين حنا سي رشيد وصلت ليا كنصنت لك تصنت ليا حنا جم مجموعين انا من بعد هنا ان شاء الله نتافتوا تاع التعليم نتافتوا الصحه غير كان سي رشيد باش نعاود ثاني حنا كنصنتوا ليك تصنت لينا لا موازين وزيدوا سي رشيد دابا حنا كنهضروا على كورونا حنا كنهضروا دابا حنا في واحد الظرفيه اللي خطرا على الراي ديالك شكرا على المكالمه ديالك ونتمنوا تكون متابع الله يبارك فيك. كان معنا يعني متصل اللي هو كيتمنى كيقول لك كاين الناس كيعاني وكاين الناس بالفعل حنا حاسين بهاد الناس راه كننتقلوا احيا كنمشيو للجور كنزوروا الجور ديال الناس كننقلوا المعاناه ديالهم ودائما كتبقى قناه شوف تي في هي قناه ديال الشعب اللي دائما حنا كتلقانا في وسط المعركه في جميع الظروف وكنتمنوا اننا نتخطاو هاد الوباء كنتمنى اننا ان شاء الله يكون المغرب سباق فانه كسب الرهان حنا دوان الله وانا نخرجوا منه باخف الاضرار. الدكتور كانت تكلموا الشيء اللي كانت ناولوها يعني الاشياء تقدر تعطينا نصائح احنا عرفنا ان الناس ما كانوش كانوا يعني المناعه ديالهم طيب. اليوم شنو يديروا دابا جات الوقت باش الانسان كما امر الله سبحانه وتعالى يطبقوا فلينظر الانسان الى طعامه يعني الانسان خصو دابا الان يبدا ينتبه للطعام ديالو الاكل ديالو. اول حاجه بالنسبه لهاد الجائحه الناس راه ما خصهاش تبقى تقلب على هذوك المصبرات ولا تمشي تقوي من هذا بكثري ما انهم خاصهم يعتمدوا على الخضر الورقيه. علاش الخضر الورقيه؟ لانها كتحتوي على ماده الكلوروفيل، ماده الكلوروفيل اللي هي غنيه بالمضادات الاكسده واللي كتساعد لان الجسم ديالنا دابا الان راه عامر بزاف الجذور الحره، وهذه الجذور الحره هي اللي مخليه العمل المناعه ديالتنا مثبطه، اذا خاصنا ننقيو، باش ننقيو نبداو نشربوا عصير ديال الوراق الخضر. شربوا عصير الوراق الخضر ممتاز رائع جميل طبيعه الحال غادي يعاوننا بزاف في التنظيف لانه كيحتوي على ماده الكلوروفيل اللي هي مضاده الاكسده واكثرها الناس اللي عندهم لاسبيرولينا يقدروا بداو ياخذوا لاسبيرولينا لانها مضاده للاكسده. وهاد اوراق الخضر كاين ورق الخيزو ورق البربا ورق غتقولوا لنا راه فيهم مواد كيماويه، المواد الكيماويه ممكن غسلهم بالملحه، الملحه كتحلل لنا مواد كيماويه وكاينين بعض المواد الكيماويه اللي ما كيتحلوش بالملحه
كيتحلوا بعصير تاع الحامض. اذا استعملنا العصير تاع الحامض وكذلك الملحه غادي نقي لنا الاوراق الخضار. هنا خصنا نرجعوا ثقافه انني ندير الترده، ندير الترده ديال الخبز وندير فيها العدس وندير فيها الحلبه وندير فيها الفول وندير فيها كذلك دوك الوريقات. لو جينا نشوفوا دابا الان في الناس ديال البوادي راه كان واش الناس الباديه باش كانوا عايشين؟ عايشين بهاد الخبيزه كيفوروها يديروها مع الكسكسو، الوراق ديال الخيزو كيفوروه مع الكسكسو، الفول داك المزود ديال الفول كيفوروه يديروه مع الكسكسو، لانهم غنيين بفيتامينات وحمض الفوليك واملاح معدنيه اللي تساعد من بينها اهم المعادن اللي خاصنا نحتاجوا لها في هذه الفتره هي معدن الزنك والسينينيوم، وهذا السينينيوم كاينين عندنا في الوراق. غنجيو للثومه، غنجيو للبصله، غنجيو للكرافس، المعدنوس، المعدنوس مهم، المعدنوس هذه هي واحد النداء لجميع المغربيه اللي كتمشي دابا الان كتقرض المعدنوس كتديرو في راه من اكبر الاخطاء اللي كترتكبها لانه ما كيبقاش فيه الماده الفاعله وبالتالي راه ما غتستافديش منه. المعدنوس خاصو الا تقرض يتكال في ديك اللحظه باش ما يطيرش من ذاك الزيت الطيار او زيت العطري اللي كاين فيه اللي هو اساس الماده الفاعله اللي كتقوي لنا المناعه. شربوا عويصر، شربوا العصير ديال الكرافس كيحتوي على الكبريت، النحاس، الزنك، المعادن اللي هي مهمه بالنسبه للمناعه. وكذلك غادي نقي لنا الذات ديالنا، غادي نقي الكبده، غادي نقي المسران، غادي نقي الكلاوي، غادي نقي جميع الدوات ديالنا من المشكل ديال الجذور الحره اللي مخليه العمل ديال المناعه ضعيف. اذا تعاطينا الخضروات يعني الاكل ديال الخضروات، الناس اللي عندهم مشكله ديال ضعف المناعه خاصهم يراقبوا الان اكلهم ديال الرجوع الى الخضر والابتعاد على الاكثار من كثره اكل اللحوم. يعني الناس دابا الان اللي متقدي اللحم بزاف، اللي متقدي الدجاج بزاف، اللي متقدي، راه هذا الشيء كله عباره عن اخطاء حنا اللي كندمروا بها دابا الان ريوسنا. اذا كتاكل اللحم خاصو 12 ساعه باش يتهضم، كثافه الدم كلها كاينه في مستوى المعده باش تساعد على هضم ديال اللحم. اذا هذاك المشكل ديال هل هذا الدم كاين في المعده؟ اذا الخلايا الاخرى اللي هي الدفاع الاساسي ديال الجسم ديالنا اللي هي الغدد الليمفاويه ما واصلهاش اكسجين، وبالتالي ما واصلهاش اكسجين كاين مشكل. عندنا حاجه اخرى اللي هي مهمه واللي هي خطيره واللي كتؤدي الى 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 ضعف في المناعه هو نقص لفيتامين دي، وتكلمنا فيه هذا نقص لفيتامين دي. المغاربه اغلبيتهم عندهم نقص لفيتامين دي. نعم. دابا وحنا في ديورنا الله يرحم لكم الوالدين، كلوا الشريحه، كلوا زريعه الكتان، كلوا الزنجلان، كلوا الخرطان، هادو كلهم مساعدين على اكتساب فيتامين دي. والناس اللي هما الان متعاط اللي الله يحسن العوان المدخنين، هذه فتره فين تراجع راسك لانك انت اكبر واحد معرض لهذا الفيروس باش تقلع على التدخين. ونستقبل الاستاذ اخر مكالمه في حلقتنا اليوم. الو السلام عليكم. للاسف الخط مقاطع، واخا كمل استاذ ونعطيو بزاف ديال النصائح يعني بسرعه قد ما قدرنا نعطيو نصائح للمشاهدين. اذا هنا خصنا نبعدوا على 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 على, 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 على قدر ما يمكن اننا نوقفوا التدخين، يوقفوا الناس التدخين، يوقفوا تعاطيهم لهاد المدمرات تاعت الانسجه الخلويه. نعطيكم واحد الوصفه وقلتها لكم في واحد الحلقه ديال مع شوف تي في. حقيقه كنشكركم، علاش كنشكركم؟ لان العمل اللي دايرينه هو عمل جهادي قبل من هادشي كامل، هو جهادي، مجاهدين مع الشعب، مجاهدين مع الوطن، مجاهدين مع بزاف هذا. حقيقه كنحييكم بألف تحيه، علاش؟ لان حقيقه وقت اللي كانت محتاجه المواطن محتاج الى الدعم وقفتوا معاه. ناس شفناهم اللي خداو مجموعه تاع الاعانات الى غير ذلك، هادشي ما لا داخل داعي للكلام. هو بيضه بلديه، انا كنقول بيضه. غير نستقبل مكالمه ونعطيو تكون اخر وصفه نعطيوها للمشاهدين. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم والمدينة من فضلك. محمد من مراكش. محمد أهلا بك، وثاني مكالمة من مدينة مراكش. ومحمد هو هذاك في التدابير الوقائية الاحترازية، ياك؟ كتقوم بالواجب ديالك، كتعقم المسائل، كتدخل دارك في الوقت، كل شيء هو هذاك. لا هو هذاك، واخا كاين الترفيه ديال الخدمة، ولكن الحمد لله. الحمد لله الإنسان ياخذ شوية ديال الاحتياطات، يعقم راسو، ما يدخلش عند وليداتو لدارو حتى يبدل حويجاته ويحيد داك الصبيبيط ويعقم، عاد ديك الساعة يدخل العائلة اللي نهار كامل هي مسكينة ما خارجاش، ما نبغوش ندخلوا لهم شي حاجة. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. علاش طرحت دابا هو ذاك الوسواس. الوسواس دابا كيخرج،
وتعاود يدخل من كيدخل للدار كتبقى خاصك دير واحد التركيز على شنو نعم. خاطرك وليدات كيدخلوا كيبغيو يخيصوا داك الصخره اللي جبتي نعم تحاول تمنع كل شيء يعني هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح عليكم على الدكتور. واخا بقى معنا محمد السؤال هو عنده شويه الوسواس ومن حقه لان جميع كترنا كتكون مقدي شي حاجه غادي بها للدار. نعم تفضل سي محمد. سؤال اخر سؤال تفضل. هو انه ولينا دايرين بالنا بزاف مع عده ديالنا يعني كتبقى الرجل كتقول ربما هذا راه واقيلا الوسواس ديال بحال الوسواس نعم كتضرك مثل بعد كل شيء حاجه ولا فيك الاسهال كتقول لا ربما راه من العلامات ديال الكورونا لدرجه انه راه الهواتف دابا ما كنقدروش نحيدوها من يجينا كنبقاو نقلبوا شنو هكا شنو نعم. عرضت عليك تدخل كتربطو كدير اسهال وكورونا من الحلق وكورونا اي حاجه الراس وكورونا غير ماشي انت بوحدك اسي محمد احنا كاملين حتى حنا عاتي ملي كيهضر شي انسان على شي حاجه كتحس بحال كيضرك حلقك كيضرك البطن ديالك كتقول صافي راه يمكن انايا خصنا نتغلبوا على هذا الشيء ناخذوا غير الاحتياطات ديالنا ونكونوا هانيين ولكن نخلي الباحث هو اللي يكون يعني عنده الاجابه احسن مني. والله اسي محمد زعما صراحه الاسئله ديالتك كانت في وقتها الوسواس والخوف ومتابعه الاخبار هذه هي اللي غادي تخلي دابا الان الشعب كيعيش واحد الحاله نفسيه اضطراب نفسي كبير. الله يرحم لكم الوالدين من هذا المنبر كونوا مطمئنين الى التزمتوا بالبيوت ديالكم راه حتى حاجه ما غتوصلكم. الناس اللي كيخرجوا اللي كيقضيو الاغراض ديالهم برا وكيقضيو اغراض ديال الدار كامله هذاك كنعتبره انسان اللي هو اصلا مجاهد يعني صراحه خدا واحد مسؤوليه وهذيك المسؤوليه غادي يقوم بها على على احسن ما يرام. غادي يخرج غادي يدير احتياطات ما غادي يدير المسافه القانونيه المسافه اللازمه اللي هي تقريبا واحد المتر غادي اصلا هو ملي غيبغي يعطس غيعطس في حوايجو وغيعطس في كلينيكس وهذا كلينيكس ما غيلوحوش ما غادي يلوحش النخامه ديالو في الطريق في هذا لا غير هو سي محمد معايا باقي معايا سي محمد غير بغى يعرف يعني كيفاش نتغلبوا على هذا الوسواس. اذا باش نتغلب على هذا الوسواس نكون مطمئن نفسيا بانني انا درت التعقيم عقمت يعني ما اي حاجه لمستها الا رشيتها عقمتها من قبل ما ندخل الدار نظفت يديا غسلت يديا بدلت حويجاتي حيت الصباط اللي خرجت به لا مقدي شي حاجه نقم هذاك الشيء ديال التقضيه كله غادي تغسل غادي يدخل يغسل غادي تغسل بالملح ما يقيسوش الوليدات بالهذا ما يقيسوش الاول الوليدات غيدخل ولهذا استعمالنا البلاستيكيه الحذر ثم الحذر منها. الكرتون هذوك الاكياس الكرتونيه كيعيش فيها تقريبا 3 السوايع 8 السوايع لكن في البلاستيك كيقدر يعيش 8 3 ايام تيقدر يعيش الفيروس 3 ايام فلهذا الاكياس البلاستيكيه نتخلصوا منها في ساعتها وفي حينها ومني كتخلص منها راه كنعقمها لان مسكين ذاك عامل النظافه واللي كنضرب لي 1000 تاع مسكين اللي هو خارج كيضحي من اجل حنا اللي كنلوحوا هذيك الاسباب ديالنا الى غيره. المهم اذا هنا غادي نعطي هذه الوصفه الاخيره اللي غادي تعاوننا على واخا سي محمد بقى عندي واحد واخا تفضل اذا كان يمكن حنا عرفنا تفضل دكتور حمد سليمان احنا كنا في القناه ديالو الرائعه معك القناه ديالو مرحبا الله يحفظك بغينا واحد السؤال الله يجزيك بخير الله يقدر يعطينا واحد الوقفه يعني كي اللي الانسان ما داش في المناعه ديالو من قبل تاك من اخطاء كثيره النظام الغذائي ديالنا دابا جا الان يعني الوقت اللي خصنا نغلقوا شويه الصحه ديالنا اذا كان عندنا واحد البرنامج غذائي صحي يعني الفطور شكرا لك سي محمد على الاتصال ديالك وفينا شوف تي في كل برنامج مباشر شير اتصل بنا شكرا لك محمد. سؤال اخر قال لك بغى نظام غذائي اللي نتبعوا واخا كيف قال فتح ما فيها بس تكون هذه البدايه على الاقل انه في الصباح زنك والسيلينيوم فيتامين او فين او فيتامين سي في كاينين عندنا في البيض البلدي خذ جوج بيضات البيض كامل يعني الصفار ديال البيض الصفار ديال البيض والبياض ديال البيض يتكال كامل مع زويت زيتون زيت زيتون خبز كامل ماشي الخبز ديال الحانوت وسمحوا لي على هذه الكلمه ديال دمار الصحه مرات الدار خاصها تقفض وتنوض تصوب البيطات ولا تصوب هذا بالخبز الكامل ماشي الدقيق الابيض وهذا راه نقطه اخرى حتى هي اللي هي خاص الانسان ينتبه لها يعني يفطروا البيض بالصاره شوربه عدس شوربه ديال الماكله ديال الحمص يعني القطنيات اللي هما غنيين بزاف المعادن
المعادن الطبيعيه اللي غترفع من كفاءه المناعه ديالتنا. ثاني شيء اللي هو كذلك بالنسبه للغذاء نكثروا كما قلت لكم الخضر الورقيه. تنقول انه الانسان بارك في الدار من اجل انه ما يكسبش الوزن، ما يكسبش الوزن ياخذ انه يتحرك على الاقل حركه داخل البيت، وعاد الخصائر اللي قلت لكم ديال الخضر ديال اوراق الخضر ياخذها بين الوجبات. كدير لينا لا ديتوكسيكاسيون لو كور ديالنا بواحد الشكل جميل، وثاني شيء كتخلينا نخسروا الوزن عوض اننا نكسبوا الوزن. الشرب من العصير ديال الاوراق بين الوجبات، كنا القليل من اللوز ماشي الاكثار منه، الاكثار من اللوز على سمع اللوز ونبدا ناكل في اللوز، راه 10 حبات هو الرقم الكبير اللي خصك تاكل. كافي بالنسبه كافي لانك خديتي الماده الاول، خديتي المواد اللي كاينه فيه. عندنا واحد 5 الحبات ديال القرقع اللي يقولوا لي الفقر، راه ما عندناش باش ما عندكش باش تشري القرقع واللوز، ولكن راه عندك باش تشري بواطه ديال الطون. اذا هذاك البواطه ديال الطون في عوض تشريها ب 5 دراهم ولا 6 دراهم، راه 5 دراهم ديال اللوز كافيك. اذا هنا غادي نقولوا باننا اذا خدينا هاد الاحتياطات مع التغذيه ديالتنا انها تكون فيها طاجين مطايم مصوب فيه الخضر الموسميه، مش على الخضر اللي كاينه خارج الموسم. دابا الان غنخرجوا من ان شاء الله تعالى من هذا الوباء ديال كورونا، وغادي نبداو نقلبوا على الدلاع اللي ماشي وقت ديالو دابا، وغادي نقلبوا على شي خضر الوقت ديالها دابا. الخضر اللي هي ديالها سبحان الله عطاها لنا الوقت ربي في هذا الوقت هذا، لان غنيه بالفيتامين سي، هي القشف الخضراء سميتها البروكلي، الكرب، الليشو، هادو البصله الخضريه، هادو هما هذا الطبق اللي خص يكون مع قليل من اللحم. وهذا الطاجين هذا يكون طيب اما بالزبده بلديه او لا طيب بالشحمه. علاش الشحمه؟ الشحمه غنيه بالفيتامين او وغنيه بالفيتامين ا وغنيه كذلك هاد الفيتامين هما اللي غيرفعوا لنا من كفاءه المناعه. وبالنسبه للعشيه في الليل فما فيها باس صويبه ديال الخضر كامله في هذا وتطحن وتشرب، هذه ممتازه، وغادي هذا مع شويه ديال التمر. وكذلك ما ننساوش انه راه التمر مفيد والزبيب حتى هو مفيد وحتى هو مدعم للمناعه وكيحتوي على بزاف المعادن العناصر الغذائيه اللي غتقوي لنا المناعه. هنا نقطه اخرى اخيره كما قلت لك استاذه سعاد على هذه المساله، الناس اللي كيحسوا بنزلات البرد واللي عندهم مشكله الانفلونزا واللي حاسين براسهم بانهم خايفين من هذا سميتو، عندنا واحد الوصفه زوينه سهله بسيطه غتساعد من الرفع من حراره الجسم وبالتالي عدم الاصابه باذن الواحد الاحد. بيضه بلديه كنحركوها بقليل من الماء او بقليل من الزبده البلديه او بالسمن الحار، اذا عندكم السمن الحار، اذا ما عندكش غير معي قضيه الماء كنحرك فيها هذيك البيضه، وكندير فيها حك دريز ديال الثومه محكوك كنخلطوا معها، وراس معلقه ديال سكينجبير، وراس معلقه تاع الخرقوم العرق، تنحركهم مزيان، كنزيد عليهم نهزهم من فوق النار، كنزيد عليها معلقه كلها معلقه ما ناكلهاش بالخبز، ونشرب عليه كاس ديال اتاي او كاس ديال الزعتر او كاس ديال هذا مضاف ليه جوج شعيرات ديال الزعفران. كونوا مقنين، تغطى مزيان، نعس في البلاستيك، نقدروا غتكون حميتي ان شاء الله تعالى نفسك ورفعتي من اداء المناعه. وهذه الوصفه يعني يمكن يستعملها كلشي ماشي الناس المرضى، استعمالها امين المغربي والمغربيه الصغير الكبير، ما عندها حتى شي اضرار جانبيه، وبالصحه والسلامه. واخا شكرا لك استاذ حضورك اليوم، ولكن قبل ما نختم بغينا نصيحه اخيره منك. الله يرحم لكم الوالدين، الدوله لا يعني ولا تبخسوا الناس اشياءهم. اول دوله وكنحترم قرارات ديال دولتي اللي خداتها الدوله وعلى راسهم القائد الاعلى ديال هذه البلاد وصاحب الجلاله، خدا فضل الشعب ديالو على الاقتصاد، اعطى قرار ديال العزل اننا ندخلوا للعزل، سد المطارات، سد المدى المنافذ اللي غيدخل لنا من هذا الفيروس، بقات الدور ديالنا حنا المغاربه. الناس واش دابا الاراف او الشرطه والدوريه الشرطه ولا لاعبين لاعبين دينيفري مع اولاد الشعب؟ اشنو كيدير؟ كدوز الدوريه ديال الشرطه الناس داخله، عا كتخرج كتمشي تفوت الدوريه الشرطه كيخرجوا الناس الى الازقه. واش معقول هذا الشيء؟ القيد، المخازنيه، الناس مساكن اللي هما خدامين في الامن، خدامين في اعوان السلطه، اعواننا الدرك، الناس الدرك الملكي، القوات العموميه كامله. كنقول لكم شكرا لكم بزاف انكم خدامين من اجل القضاء على هذا العدو الغير المرئي. كما كما قال هو المتدخل انه لو كان عدو مرئي راه المغاربه غادي يفرسوه، ولكن حنا الحمد لله رب العالمين اعطانا فتنه واعطانا واحد 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 الناس اللي هما سهرانين على صحتنا، ماشي سهرانين على صحتهم هما، مسكر ما خير هما خارجين وعا كذلك الناس
خصوصا الاخوان ديال الصحافه ديال شوف تي في، راه صراحه راه ماشي راه من بعد خروجكم من هذا الفيروس هذا وخروج المغرب من هذا الفيروس هذا وهذه الجائحه، خاصكم روبو ديال ماشي شهر وانما روبو ديال نيت ديال معقول. شكرا لكم بزاف بزاف، هذا واجب، كنحيي كل مغربي في دارو، كنحيي كل مغربي جالس في دارو. وانا كنقول لكم انا دابا الان بامكاني نمشي نشوف وليداتي، ولكن ملتزم في البيت ديالي. انت في مراكش وبقيتي؟ انا في الوليدات عندي في الجديده وما تنقدرش، وعندي ورقه تنقل، واخد ورقه تنقل مشيت نقل نشوف ولادي ونشوف امي. ما تنخرجش من المكان اللي حاجر فيه نفسي من اجل انني ما نكون سبب في اصابه احد من افراد العائله ديالي او اي شخص غادي نقدر نتصادف. وشكرا جزيلا لنا اليوم. شكرا لك الاستاذ احمد سلماني، باحث في العلاج التكميلي والتداوي بالاعشاب، والشكر موصول لكم كذلك مشاهدينا. وكنعتذر على الاتصالات اللي ما استطعتش نجاوب عليهم وقت البرنامج، كيحتم علينا اننا نحبسوا دابا، غنتلاقاو مع مباشر مع عبدو بعد قليل. ودائما يعني واخر كلمه انا نقول ونضيف الكلمه ديالي للاستاذ احمد سلماني، اننا نبقاو في دارنا ونلتزموا بالتدابير الاحترازيه الوقائيه، نبقاو في دارنا وما نخرجوش الا للضروره. شكرا لكم مره اخرى، في امان الله.